السلام عليكم. اليوم في مطبخ أمي إن شاء الله راح نبدأ الحلويات تاع العيد إن شاء الله يا ربي. وش راح نحتاج؟ راح نحتاج 200 اليوم. وش راح ندير لكم؟ أولا نهضروا على الحلوة اللي حنديروها. راح ندير لكم أصابع الشوكولا. هذه الحلوة تجي بزاف بنينة وتجي خفيفة. كاين واحد الأختي طلبتها مني، راح نديرها لكم. وش راح نحتاج؟ راح نحتاجو 250 غرام تاع المارغارين تكون طرية، تكوني خرجتيها من قبل. راح نحتاجو نص كاس سكر كلاصي، هذا هو، ونص كاس تاع مايزينا. الكاس هذا اللي في 240، نص كاس تاع السكر كلاصي، نص كاس تاع مايزينا، 3 مغارف كبار تاع الكاكاو، من الاحسن الاسود اللي يكون كحل، 2 بيضات كاملين، نص كيس تاع خميره الحلوه. يعني هذا الكيس فيه 10 غرام، انا حنستعمل 5 غرام فقط. وفاينه الدار باش نلم العجينه تاعي. هذه الفاينه مليحه بزاف خاصه المبتدئات، العجينه ماشي راح تعذبها، ويعني هذه الفاينه ما فيهاش الجلوتين بزاف. نبداو طريقه التحضير مباشره. اذا هنا عندي لا مارغارين تاعي، ندلها السكر كلاصي، لا مايزينا تاعنا دائما نفس الطريقه، ندير كلش مع بعضنا، ندير 2 بيضات، ونغربل هذيك الكاكاو اللي هو 3 مغارف كبار. انا نعاود لكم، من الاحسن ديروا الاسود باش الحلوه تاعنا تجينا شابه. لازم نغربلو شويه ديك الكويرات اللي نصيبوهم في الكاكاو كي يضربوا الهواء يدير لي غيمو. اذا نغربلو مليح. اذا نوجدوا الفرينه تاعنا، نفتحوها بهذه الطريقه، نوجد نفتح خميرة الحلوة تاعنا. هكذا باش نجهزو رواحنا، تكون الخدمة تاعنا سهلة. ونبدا نخلط في هاد المقادير مع بعض. انا دائما ننصحكم بالكاكاو البني، لكن في الحلويات الجافة لازم الكاكاو الاكحل. نبدا نخلطو مليح. شوفو المارغارين كنت جبديها من قبل، راح تجيك سهلة في الخدمة. يعني المقادير راح يتخلطوا تمتم، تحصلنا على كريمة كيما رانا نشوفو. نبدا ندير في الفرينة غير بشوية، وندير عليها نص كيس تاع خميرة الحلوة. وندلم في العجينة تاعنا. نعاود الخميره نص كيس فقط في 250 غرام. نشوف الطريقه كيفاش نلم، يعني ندور طبسي تاعي في نفس الوقت راني نلم في العجينه تاعنا. نزيد اذا ندير الفرينه حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه وما تتلصقش في اليد. اذا ها هي العجينه تاعي كما قلت لكم، المهم طريه وما تلصقش في اليد، يعني ما تخلوهاش يابسه باش الحلوه تاعكم تجيكم بنينه. اذا الان نبدا نشكل في الحلوه تاعي. كيفاش نشكل الحلوه تاعي؟ نديروا الطريقه مع بعض. نحكم شويه تاع العجين ونديروا حربوش. تبعوا مليح الطريقه كيفاش نديروا هكذا. ونبدا ندير في الحربوش تاعي، ما نديروش خشين بزاف لانه فيه الخميره. بهذه الطريقه انا نشوفو اذا نجربو كيفاش يكون كامل نفس السمك الحلوه تاعنا. من بعد نبدا نقطع اصابع بالموس بهذه الطريقه. الطول تاع الحبه كيما حبيتوها نتوما، هذه يعني حوالي 4 صباع. من بعد نعبر على الحبه هذيك ونديرهم كامل كيف كيف كيما رانا نشوفو. بهذه الطريقه هكذا نشكلو الحلوه تاعنا. ها هي الحلوه تاعنا شكلتها. الان راح نكمل كامل العجينه تاعي بنفس الطريقه، نصفهم في السنيوه وندخلهم الفرن على 180 درجه حتى يطيبوا. ناين شفنا فقط، يعني مش راحين يحمروا لانهم فيهم الكاكاو،
اقنع ونتلاقى بهم بكم ان شاء الله حتى يبردوا تماما باش نعمل لهم التزيين. اذا هنا راني حكمت، هنا الحلوه تاعي ها هي طابت وخليتها تبرد، درتها في السنيوه. هنا عندي الشوكولا لي طلي، انا استعملت هذا النوع هذا، المهم تكون شوكولا لي طلي. استعملت السوداء، هنا ذوبتها حمام مائي كما رانا نشوفوا. بعد ما تذوب واش ندلها، ماشي حنستعملها هكا ديريكت، نحبوها تجينا تبري الشوكولا تاعنا، نزيد لها شويه تاع الماء السخون فقط، كميه قليله حوالي 2 مغارف كبار، ونخلط ونشوف. تبعوا مليح هذه المرحله. هنا راح تحسوا ان الشوكولا تاعكم راهي فسدت، بالعكس ما تخافوش منها. شوفوا كيفاش ولات لنا، نزيد لها شويه حوالي 2 مغارف واحده اخرى، يعني على حسب الكميه تاع الشوكولا تاعكم. نزيد نخلط بهذه الطريقه، تبعوا مليح الطريقه. هنا تحسوها بلي الشوكولا تاعكم خلاص راحت من يديكم، لا بالعكس، زيد لها شويه. هنا انت تتحكمي في الكميه، لكن ديري غير بالعقل باش ما نجروهاش. نزيد نخلط، لانه لو كان ديريها هكذاك مش راح تجيك بغيونت، يعني ممكن غير تذوبيها وديريها مباشره مش راح تجيك تبريي. نزيد نخلط، راهي قريب، شوفوا كيفاش ولات لنا. نزيد لها شويه ونخلط. هذه الطريقه الصحيحه اللي نستعملوا فيها. كاين بزاف اخوات كسوني على الطريقه كيفاش نديرو الشوكولا اللي طالع باش تجينا تبريه. هذه هي الطريقه، يعني عملتها لكم بالتفصيل، ونخليها دائما فوق حمام مائي. هاي بدات تبريه، شوفوا كيفاش ولات لنا. نزيد لها كميه قليله فقط، يعني زيدو غير بشويه وخلطي وشوفي، ما تضيفيش كميه كبيره ومن بعد تجري لك الشوكولا تاعك بعد ما تيبسلكش. شوفوا كيفاش ولات لنا، ان شاء الله راهي تبان لكم. شوفوا كيفاش هي تبريي وراهي غامقه. اذا راح نزيد لها حاجه قليله، يعني كل مره زيدي مغرف وشوفي. كاين تقول لها الحليب، كاين تقول لك الزيت، لا ديري لها غير الماء. ها هي الشوكولا تاعنا واجده، شوفوا تولي تبريي وتزيد تغمق في اللون تاعها. نبدا نكلاصي الحلوه تاعنا، نبدا ندخلها مليح كامل الوجه تاعها بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش جات تبريي، نزيدو حبيبه، ودائما نخلوها في الحمام مائي باش ما تيبسلناش، وتخدمي يعني في غرضك. شوفوا كيفاش جاتنا، اللي تحب دير شوكولا تاع الحليب دير ونفس الطريقه يعني. ها هي، اذا راح نكمل نكلاصي كامل الحلوه تاعي، نخليها تبرد باش نكمل التزيين تاعها بالشوكولا البيضاء. اذا راح نكمل، راني درت هنا 3 حبيبات، نكمل كامل الحبيبات الاخرين ونعاود نرجع لكم. اذا هنا بعد ما نشفت الحلوه تاعي، هنا واش درت انا، حكمت شوكولا بيضاء ثاني تاع كلاصاج، ذوبتها حمام مائي. الشوكولا البيضاء ما نزيدو لها ولا شيء، ماشي كيما الشوكولا نوار زدنا لها الماء، لكن الشوكولا البيضاء ما نزيدو لها ولا شيء، ذوبتها. راهم يتباعوا هاد الاكياس جو طاب، يعني عمليين بزاف. واش ندير، نقطع الطرف هذا غير شويه ونبدا نزين في الحلوه تاعي خطوط بيضاء. بهذه الطريقه نزيد حبيبه. اذا راح نكمل نزين كامل الحلوه تاعي، ونخليها هي تاني تنشف. اذا هاي الحلوه الجافه تاعي بعد ما درت لها الكلاصاج بلون نشفت، كي تنشف باش نخبوها دائما في علب بلاستيك وغلقوهم مليح، لانه انا في فصل الصيف نخاف انه الحلوه تاعنا تيبسلنا. نتمنى انكم تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، راح نقسم لكم حبيبه باش تشوفوا الحلوه تاعنا كيفاش عامله. بسم الله، شوفوا كيفاش دايره، تجي روعه حتى بنتها، تجي بزاف بنينه. نتمنى انكم تجربوها، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، وإلى اللقاء.